مرحبا بكم، سعيدة بلقيكم. فيديو اليوم كما شاهدتم في العنوان: الملك يعطي تعليماته لإعادة جميع المهاجرين القاصرين الغير القانونيين من أوروبا. أعطى الملك محمد السادس اليوم الثلاثاء تعليماته بإعادة جميع المهاجرين القاصرين المغاربة غير المصحوبين بدويهم بدول الاتحاد الأوروبي إلى المغرب. وأفاد بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والخارجية أن الملك أمر بتسوية وضعية القاصرين المغاربة الموجودين في بعض الدول الأوروبية. ووفق ذات البلاغ، فقد أكد عاهل البلاد مرارا بما في ذلك لرؤساء الدول الأجنبية التزام المملكة المغربية الواضح والحازم بقبول عودة القصر غير المصحوبين الذين تم تحديدهم على النحو الواجب، لافتا إلى أنه قد تم وضع آليات تعاون لهذا الغرض مع بعض البلدان ولا سيما فرنسا وإسبانيا، ما أدى إلى عودة عشرات القاصرين إلى المغرب. وأكد المصدر ذاته على أن التأخيرات المرتبطة بتنفيذ هذا التعاون تتعلق بشكل أساسي بالعوائق بسبب الإجراءات المعقدة في بعض البلدان الأوروبية. وشدد البلاغ على أن المغرب على استعداد للتعاون كما فعل دائما مع البلدان الأوروبية والاتحاد الأوروبي من أجل تسوية هذه القضية، معبرا عن أمل المملكة أن يتمكن الاتحاد الأوروبي والدول المعنية من تجاوز القيود الإجرائية لتسهيل عملية عودة القاصرين المغاربة.